عليكم غزالاتي، اشخباركم؟ لاباس؟ بخير؟ انا كنسكر هذا سانك سانك. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا نشطين ونشطين. صافي لقيتوني اليوم خارجة وبغيت نصور معكم شوية، قلت علي نغلط في الطريق. صافي ناخذ لكم اليوم، غادي نخرج وغادي نديكم معايا ان شاء الله. صافي نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. والمهم لاول مره كيشوف هذا الوجه السميح عمل الجرس واشترك القناه وباش يوصل لكل جديد ان شاء الله. والناس الخدامين موالين الدار، انتم موالين الدار، واش هادشي واش هادشي؟ ايوا بقاو معايا، ندي الوليدات من البارك ان شاء الله. ودابا جيت نوحي الشوب هنايا، غادي نشري الخبز، غادي نشري الخبز لاتينا من المصب، غادي نشري النينجا هي جات معاكم نينجا، غادي نشري الخبز باش نعطيهم من هذاك البطاط، وغادي نشري شي حاجه لينا حنايا، العصير، درينكو شي، المهم شي حاجه، المهم اللي لقيت غادي نشري. نشوفو شنو بقاو معايا. هو هدا غا الشوب غير صغير وصافي حدا هداك البارك لي غادي نمشيولو، كنظن غادي يكون خصهم ايس كريم. المهم بقاو معايا غزالات معاكم. شحال زوينين هدا، شحال زوين، باش نقلب لكم الجهة. هادو شنو يقولوا لهم؟ هادو بومبو بيس، ماشي نحل ديك الغلاطين، هادو غلاط. ها شو دابا عطني شي واحد فيهم. اوكي يس، طبيعة والمناظر الخلابة. رجعت معكم. صافي خرجنا من البنك، دابا جبت ولدي، جبنا ولدي نحسنو له الشعر، يعني عند الباربر اللي كيحسن الشعر، بلا تنقلب لكم. فينا في هذاك الباربر الله هو كيف كيحسن. وصافي دابا لقيتوني جالسة كنستنى في الطوموبيل، غادي ان شاء الله هنا نكمل من هنايا، غادي نمشي ناكلو شي حاجه ومن بعد غادي نمشي نتسخر ان شاء الله ونمشيو في حالنا. لقيتوني جالسه هنايا كنستنى وانا كناكل بيبا، هاد البتيله هذا البليه البيبا، شكون فيها البليه البيبا بحاليا؟ بلايه البيبا. ايوا صافي هادشي اللي كاين، انا قلت لكم صافي نستنى يكمل نحلق صافي نشوف حالنا ناكلو شي حاجه في ما اللي نمشي نطيب، ما نكذبش عليك بقات شي كده يعجبني الماكله في الزنقه، لكن ما فيا اللي طيب عاد نمشي نطلع طيب، عاد نزل، عاد نجمع، عاد نتوما كتعرفوا، عاد نحشي نغسل القشع. صافي في يمن نمشي نجلس. مع خلفتو داكشي نتو هادو الحوانت باكستان كيبيعو، هادا كيبيعو الحوايج لباكستان، الهنود، المهم الهنود ولا باكستان، الحانوت هنايا دا الحلة. وصافي غادي نمشيو ناكلو دابا ان شاء الله، ملي يسالي ولدي من حسانة. رجعت بالزربة. وهنا لقيت نوت علينا المغرب في الزنقة، ودخل ولدي والزوج ديالي يصليو، ها هي الشامع، خصني نصور لكم بلاتي نشوف. ها هي كتبة جويميا، وهما دخلو يصليو.
وانا بقيت هنا حيت الدنيا مجدوده على الجهاز معاكم. صافي احنا جينا هنا لهذا المطعم هذا نتعشاو، ناخذ لكم تعشى نمشي للدار ما فيا اللي طيب، واخا ناخذ لكم واخا ما بقاش كيعجبني الصراحه ناكل في الزنقه يعني. المهم واحد النهار ما فيها باس، ولا مره في مره في الاسبوع ولا مره في الاسبوع ولا مره في اسبوعين ولا مره في شهر ما فيهاش المشكل. المهم الاكل ديال هاد الدراري هادو ما فيهش نشف. هنايا عندي انا طلع لي دجاج فرنسي هذا تشاينيز فود، الماكلة تشينوس. هذا عندي هنا غاز شنو هذا القمرون ولا الفرونز ولا هذا. الزوج ديالي اختار هذا هو عنده هنا تشيكن، عنده دجاج هنا نودلز، هذا حتى هو هذا تشاينيز. ايوا صافي هادشي اللي كاين. هو إلا شهيناكم سمحوا لنا. وهذا كنت شفت هنا هاد المطاعم تاع الألعاب الدراري. احنا جانا حنا للدار. المهم هذه التقضيه غادي نشارك معكم شفت شي حاجات ان شاء الله نشاركهم معكم و نشارك معكم هادشي هذا، ولكن غادي نشارك معكم هذا زوين هذا بزاف تقضالي ديما كان شحال هذه وانا كنستعملو زعما بصراحه واعر بزاف. المهم الناس اللي ساكنين هنا وحتى الناس اللي ما ساكنينش هنا وكاينين في بلدان اخرين وكيتباع هذا شريوه على ضمان تيغزال واعر. بغيت نشاركو معكم كيحيد الطوابع كيحيد كلشي. المهم كيستعمل حتى الحوايج والحديد والبلاستيك. هذا زوين حتى هاد العصير هذا حتى هو بغيت نشارك معكم. هذا زوين حتى هو ما فيش السكر وعاملي فيه الفيتامين زعما الحقيقة شتو. هنايا ناتورال فيه الكالسيوم وفيه فيتامين بي 2 فيه بروتين وما فيهش السكر شو ما فيهش حتى ديك السويتنر ولا شنو المحلل بدل السكر تاع داك ما فيهش وما فيهش يعني طبيعي مزيون. هذايا ها هو فيه حتى فريز هذا كنصحكم به شريه عند الوليدات حتى ديالكم نتوما بحقيقة ولادي كيعجبهم كيعجبهم. صافي هادشي اللي كاين هادشي السخات الحليب والصابون قشوع الدرينك هادي هي اللي وريتلكم. ايوا صافي هادشي اللي كاين ماشي وريتلكم هادي غاد عاد غادي نوريها لكم في حيتاش انا ما كنتش غادي نصور من بعد صورت هاد العصير هذا دي وريتلكم عرفتي واش غادي نكون وريتلكم دابا ولا عاد غادي نوريها لكم هي الحوايج. غادي قبل ما نحيد الصخرة المهم غادي خلينا ما غاديش نوريكم الماكلة. المهم المرة نوريكم هذا. المهم هذا الدراري شامبو هذا زوين هذا افونو افينو وغالي كيجي غالي شوية. هذا مشيت حتى هذا اللحام وداكشي الصراحة انا كنغسل بيه هذا الدراري صغار انا كنستعملو غالي شوية هنا كيعملو. شريت هذا نجرب هذا هاد اللحم مروكان سبا فيه ارغان اويل اند جولدن لا فيه مروكان سون سيت اند جولدن ارغان اويل شاور كريم. هذا غادي نجربو عمري ما استعملتو الحقيقة. هذا تا هو شنو هذا كوتون كلوث اند وايت كاشمير تا هذا عمري ما جربتو. عندي هنا نيفيا د اللحم كريمة شريتها تا هي. وهذا الوجه هذا نغسل به الوجه يعني الصباح والعشية مزيان. هذايا دايلي كان خصني نشري واحد اخر
نسيت صافي ديت هذا، خصني شي واحد اخر اللي كيجي فيه ديك اول ان وان. ان شاء الله ديك الساعه نشريه ونوريه لكم. ماركة هذه ناتوريجينا معروفه يعني. خطفنا هادو حويجات، هادو اللي لي انا، المهم بحار، المهم دابا ساعه ولا بحار ولا بيسينا. فنكحل يعني قطبة، هادي لي انا هادو البناتي كيجي السروال، وهادي تكيكيطة ديالو شكش كتجي حلوة شي بحال كسيوة. وهداك جبادة ليغينغز ديالها معاها، شفتها جوج جوج بحال بعضو شفتهم. هادو ماكسيوات شفتهم جوج بحال بعضو، كيجيو تلاتة بجويبات. شكيجي الجويبات عندهم هنا يجي فيه ثلاثة الألوان، هذا وهذا مغلق البلوماري وهذا، شفتهم حلوين تا هما. دابا ساعات هادي بشكل عاملة كل واحدة كيش عاملة أخرى بجهة. هادي هيدا ثلاثة كيجيو فيها، هادي عطاهما جوج وشريت هادي فحال انا شفت هادي اللي عندي تحت اللي كنزلها في الكوزينه عندي تحت لكم باش تشوفوا. هادي اللي نزلها عندي، هادي اللي كنزل عليها الحاج يعني، هادي قدامت لي وكتعجبني. هادي شو شتو قدامت ما عرفتش هاد الصفورة، تخيلو ما عقلاش حتى واش كانت فيها ولا عاد رجعت فيها هاد. وصافي غادي نحيدها ان شاء الله، وجبت لها البديل ديالها هو هذا جديدة. كانت هادي الاخرية شتو هني فيها، حتى الا بغيتي تعدل مقادير الكيك، مقادير الحلوى هنا، ومقادير الموفينز. ايوا صافي، هذا كيكون اخر الفيديو ديالنا، وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعه ديالكم. واللي اول مره كيشوف القناه ديالي ابوني حمراء، رجع ابوني بيضاء، اشتركوا في القناه وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جميع. والناس اللي قدامين معايا وما كيوصلشومش لهذا النوتيفيكاسيون ديالي حيدوا الاشتراك عيردوه ان شاء الله تبقى توصل لهم. وصافي كنكون وصلنا لاخر الفيديو، هادو هما الحوايج اللي كنشارك. المهم كنقتطفوا حاجه ملي كنمشي بليه تشري الحوايج، وما راك واحد كيقتطف شي حاجه ولكن حلوين في الحقيقه، كتشري شي حاجه حلوه. انا عجبوني هادو هما الصراحه كامل. انت هذا شفتو كيجي فيه، هذا يجي فيه كتاب هنا ايوا صافي. غادي نكون وصلنا دابا لاخر الفيديو، كنقول لكم شكرا بزاف، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله، واحبكم في الله، يا باي باي.